فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الملك يسأل عن الحكمة من تعدد الزوجات. الحكمة لا تقال للموضوع العام، وإنما يقال للحكم الشرعي. فالحكم مثلا هل هو وجوب أو هو جواز أو هو منع، فإن والغالب في أحكام الشريعة أنها تختلف باختلاف ما يقترن بها. فمثلا لو رأيت مثلا الزواج، ما يقال الحكمة من الزواج، لأن الزواج مرة قد يكون حراما إذا كان زواجا بذوات المحارم أو بغيره، ومرة قد يكون واجبا لمن يخشى على نفسه الوقوع في الحرام إن لم يتزوج، ومرة يكون مندوبا، ومرة يكون مكروها، وبالتالي لابد لكل جزئية من إعطاء حكم فيها. وهكذا فيما يتعلق بتعدد الزوجات، فإنه قد يكون مكروها وقد يكون محرما وقد يكون واجبا. عاد قضية الوجوب فيها يعني نادرة جدا، لكن الكلام في تردد الحكم في هذه المسائل، ولذلك ينبغي أن يعطى لكل جزئية ما يتعلق بها من الحكمة.